السابق الممتحن كان يستأنس بذكر الله ويجالس النبي، من الأولين المهاجرين، أخذ مكانه العالي بين الصحابة المعذبين. هو صاحب مدرسة صناعة السيوف، فارس حضر جميع المشاهد والغزوات والفتوحات، أنفق حياته ووقته لخدمة الدين، فأصبح نابغة في حفظ القرآن ودراسته. لنا اليوم الرواية مع أستاذ فن التضحية والفداء، الصحابي الجليل الخباب ابن الأرت. هو خباب ابن الأرت من نجباء السابقين، له عدة أحاديث، وكنيته أبو عبد الله. ولد في قبيلة تميم وأسر في مكة، كان صانعا للسيوف يبيعها ويأكل من عمل يده. فلما سمع عن الإسلام أسرع إلى النبي ليسمع منه عن هذا الدين الجديد. الصحابي الخباب كان دائما يبحث عن الإسلام، يبحث عن الكون قبل إسلامه، كان دائما يبحث عن الحقيقة، وكان منتظر بشغف شديد جدا لتغيير في هذا المجتمع الجاهلي. السبب في ده إيه؟ إن هو عانى بشكل شخصي من تقاليد وعادات وسلوكيات المجتمع الجاهلي. هو أصبح عبدا لأنه في قبيلة أغارت على قبيلته وسبت النساء وأخذت الأطفال وبعتهم في سوق العبيد. فكان يبحث عن العدل، كان يبحث عن الحق، كان يبحث عن الحقيقة. فلما تجلت له في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم فورا، وهو يعني يقال إن هو تقريبا سادس من أسلم من الرجال. فهذا التبكير في الإسلام لأنه كان لديه شوق شديد إلى هذه القيم التي جاء بها الإسلام. تعرض خباب لشتى ألوان العذاب، لكنه تحمل وصبر في سبيل الله، فكانوا يضعون الحديد المحمي على جسده. هل كان من السهل على الشاب مثل الخباب ابن الأرت أن يتحمل ما تحمله والاختبارات التي تعرض لها في بداية الدعوة؟ كان سهل؟ عنده سهلا، لأن الإيمان، أنوار الإيمان، أنوار المحبة، تجعل المحب يستعذب الألم. أول ما جت أم أنمار وأخوها سباع بن عبد العزة وسألوه، قال على طول، يعني لم يكذب. ويبدو أنه كان عنده هذا المبدأ أنه لا يكذب، لأنه برضو هو في حاجة مهمة. هو صحيح كان عبد واشتريته أم أنمار من سوق النخاسة في مكة، إلا أنه له أصل عريق. نعم. هو من قبيلة تيم من نجد، ومنطقة نجد دي كان فيها القبائل العريقة. لم يخفي إسلامه. نعم. لذلك وقع في هذه الاختبارات. نعم، عذب. ولما عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر، سأله قال: لقد أطفأت النار بودك ظهري يا عمر. يعني كانوا يكوب النار بالحديد، فكان ليطفي النار الدهن بتاع ظهره يسيح، يقوم يطفي إيه هذه النيران. فطبعا تحمل من البلاء والعذاب لأنه كان مملوك. غريب عليهم شوية، هم قاعدين بيعذبوه ومتصورين إن هو في أول طلعة من التعذيب هيسلم. فبقوا يعني يصعدوا عمليات التعذيب. كان خباب على حداثة سنه يتحلى بكلمة العقل وحكمة الشيوخ، ومع كل ما تعرض له من التعذيب الشديد على يد مشركي مكة، فإنه ثبت على الحق كالجبال ورفض جميع أنواع الإغراءات ليرتد عن دينه. هناك جانب أيضا مهم في نشأته وفي تربيته وأيضا في اتخاذه لصناعة السيوف، إن هي تكون عمل وتكون صنعة له. هل كان جانب كبير جدا من هذه الصناعة تأثير على بناء الفارس والقائد وأيضا تعلمه لفنون القتال والفروسية؟
هو فعلا لان هو بدايته ان هو طبعا كان مولى عند سيده تسمى ام انمار الخزاعيه، وعندما دفعت به الى تعلم مهنه الحداده برع في هذه المهنه، وكان يصنع السيوف لدرجه ان سيوفه كانت رائجه في مكه، فكل اهل مكه كانوا يشترون منه هذه السيوف. تعلم الحداده وصناعه السيوف والنبال في زمن قصير جدا، امتلك صنعه هنا واصبح من امهر صناع السيوف في مكه، وكانوا الناس يعني يذهبوا اليه باعداد كبيره جدا علشان كان عنده اتقان في صنعة السيوف والنبال. كون ثروة بعد ذلك من هذه الصناعة، ولدرجة أن الأموال التي جناها من هذه الصناعة كان يضع في المنزل، في مكان في المنزل، جزء من هذه الأموال ويتركها للفقراء يأخذون منها ما يشاءوا. هل كان له دور كبير وجهاد كبير في هذه الغزوات التي شارك فيها مع النبي؟ الحقيقة فعلا هو شارك في السرايا أيضا في بداية المرحلة المدنية، ثم عندما جاءت الغزوات شارك في غزوة بدر، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسند له تفريق الغنائم أو تقسيم الغنائم في هذه الغزوة. هي عقيدة الإتقان اللي بانت في تعلمه لصناعة السيوف في سن صغير، وإنه يصبح مسؤولاً عن مركز لإنتاج السيوف. والسيف هنا عند العرب هو السلاح الأساسي، فإذا الشخص قدر يتقن ده فهيبقى أداؤه في كل حاجة يبقى متميز، وأداؤه في الصمود يعني هو تميز في أداؤه في الصمود. ثم بعد ذلك غزوة أحد والخندق، كل الغزوات شارك فيها، حتى أيضا أن امتد مشاركته مع علي بن أبي طالب بعد ذلك، لأنه كان محبا لعلي بن أبي طالب. أحب خباب إسلامه حبا شديدا، ما جعله يضحي من أجله بأغلى ما يملك من نفس ومال، كما أحب العلم وحرص على سماع القرآن ونشره بين إخوانه المسلمين. هل كان له دور بجانب أنه كان من الأولين والسابقين وأيضا جهاده، هل كان له دور كبير في إسلام العديد من الصحابة، سيدنا عمر الفاروق مثلا؟ عمر رضي الله عنه، لأنه لما لقى عمر كذا وماشي، وهو كان خباب كان بيعلم أخت سيدنا عمر القرآن، ولما لقى قال له يعني يا عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب، لعلك تكون أنت. الكلمة الحلوة دي لاقت في قلب سيدنا عمر، لاقت الحق اللي في قلب سيدنا عمر، فتلاقح، فأنتجت إيه؟ مسارعة سيدنا عمر بإسلام. إلى الإسلام. نعم. طلع يجري على سيدنا النبي ودخل فيه، فما جه واحد من في السقيف في بيت ابن أبي الأرقم، كانوا بيجتمعوا سرا، فبص من خرم الباب فلقى عمر، قال يا رسول الله، وسيدنا عمر كان شديد، عمر متوشح بسيفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يدخل، فإن أراد خيرا بذلناه له، وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. فدخل عمر رضي الله عنه يسيرنا منسك ده، قال له ماذا تريد يا عمر؟ أما أنا لك يا عمر؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوفوا الكلمة الطيبة عملت صحيح. إيه؟ صحيح. عشان كده ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في السنة 37 من الهجرة توفي الصحابي الجليل الخباب وفي سنوات عمره 70، ودفن بالكوفة ليرحل من أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهداً.